أهلا بكم متابعي جريدة الوطن من داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وأهم وآخر توقعات حالة الطقس المتوقعة اليوم وعلى مدار الأسبوع. تحسن في الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية بعد أن شهدنا الأسبوع الماضي حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويكون الطقس مشمس وزيادة لفترات سطوع أشعة الشمس على كافة أنحاء الجمهورية، ويكون الطقس أيضا معتدل على شمال البلاد والقاهرة الكبرى، بينما يكون دافئ على جنوب البلاد خلال ساعات النهار. أما خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر يكون الطقس شديد البرودة، وتعود درجة الحرارة حول معدلتها لمثل هذا الوقت من العام. تتراوح درجة الحرارة خلال هذا الأسبوع على القاهرة الكبرى وشمال البلاد من 20 ل 22 درجة مئوية، أما عن القاهرة الكبرى فتكون من 18 ل 21 درجة مئوية، أما عن جنوب البلاد فتكون درجة الحرارة العظمى من 20 ل 23 درجة مئوية، أما خلال ساعات الليل فتكون درجة الحرارة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى من 9 ل 10 درجات مئوية، أما عن جنوب البلاد فتكون من 7 ل 10 درجات مئوية. أما عن الأمطار خلال هذا الأسبوع فتتلاشى فرص سقوط الأمطار اليوم السبت على أن تعود من الغد الأحد بإذن الله على السواحل الشمالية، وتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتزيد كميات الأمطار وتمتد إلى الداخل يوم الاثنين والثلاثاء القادم بإذن الله على شمال البلاد وعلى شمال البلاد بأجمعها، وتنحصر فرص سقوط الأمطار يوم الأربعاء على السواحل الشمالية وتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة. أما عن حالة الرياح على أنحاء الجمهورية فالرياح معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية، تنشط يوم الثلاثاء على القاهرة الكبرى وشمال البلاد وجنوب سيناء. وبننصح السادة المواطنين أن هم يتابعوا كافة النشرات الجوية اللي بتصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية بصفة يومية على موقعها الرسمي لمتابعة تفاصيل الحالة الجوية بصفة يومية. أما النصائح اللي نقدر نقدمها كمان للسادة المواطنين أن هم استمرار ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر. كمان بننصح السادة المواطنين القيادة بهدوء تام خلال فترات سقوط الأمطار، لأن ده بيؤدي إلى انزلاق العجلات. كمان الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء خلال سقوط الأمطار، وخاصة في الأمطار الموجودة على السواحل الشمالية. وشكرا لحسن المتابعة.